وهنا عودة إلى الجسر الأملاك. الشمس اليوم ما شاء الله طبعا كده أول آخذ سوا انزل من السيارة أشوفكم لمحات من الموقع. المرحلة الأخيرة من الجهة المقابلة فما ماكو طريق للسيارة أعتقد واضح الجسر. راح أرفع الكاميرا أشوف لي تفاصيل أكثر هذا المنظر اللي جنب الجسر. ما شاء الله منظر رائع جدا. شوف إجابة الـ HB. أثناء تركيبها تسكر الطريق بالكامل فللأسف ما نقدر نروح السيارة للداخل فراح أروح مشي. إذا صارت لي فرصة أصور لكم كم فيديو إن شاء الله. تحياتي أشوفكم شوي ناس. على الجسر الانذار هم بالتركيب وهي البيكسلاب شطر او السقالة لحمل قالب البيكسلاب صب البيكسلاب. وهي الروافد الكير او الفايلة بالالماني. القيام بعملية تجهيز قواعد او صب قواعد البيرنج باد او الوسائل الجسر. وهذا الخشب اللي راح يستخدم لتغليف او عمل قالب بيكسلر. شوفوا اخواني شلون طريقة تثبيت الفريمز او الاتش بي. شوف الارض لو شعار هذا الارض القديم وهذا الجهة الجديدة صارت أعرض. شوف عملية الترزيشن أو الأمان التأمين على أعمال الجرسة أو السقالة أو هون كل الجكات حق التحكم بالليفل المناسب. في موعدنا سيارة الآن وصلت فيلا محملة بالمزيد من الـ HDM غرض تركيبه. شوف التاير وود اخوان التاير وود هاي لكي تمنع انزلاق الـ HDM يمينا او يسارا. أخذكم كل الجهة تبطين الشتر حامد يمشون عليه الشباب من يركبون الفريمات وبعدها تبطين الفريم او تغليف الفريم لياخذ الجسر شكله النهائي. هذه الاخشاب اللي راح تتركب على الفريمات. هذا التاور تشين هنا عندنا. الاعمال يا
الاريه مثل ما يقول على قدم الوساطه. هناك عندك الابارتمنت. لأن هذه الإجهزة من انزلت على عن بعضها كل الخشب اللي تركب راح يوقع. أهم شيء موضوع إنه يشد بعضه على البعض الآخر. بالنسبة للهكسكروس تايرود أي عمود ما يحظي أي انحراف الكولونز أو السبورت سبورت كولونز. إن شاء الله الصورة واضحة. أي شيء ما ركزت عليه أنا أو ما غطيته إخواني المهندسين تقدرون تكتبون بالتعليقات وإن شاء الله للمرة الجاية نركز عليه. طبعا مثل ما قلنا إحنا تم صب الأساسات مخصوص لكي تحمل أثقال اللي راح تسلط عليها أثناء الصب بالكامل، والحديد التسليح طبعا كمية مهولة حتكون حديد التسليح. للجغس أو للسقالة تم صب أساسات مخصوص ولم أساسات كونكريتية ولم يكتفوا بدحل الأرض أو حد الأرض. هنا مثل ما قلنا شترات لصب قواعد الوسائد وسائد الجسور أو البيرينج باد في المشي. هذه الابارتمنت وهذا الجسر محفور على سنة 2020 ان شاء الله يجهز سنة 2020. نظرة اخيرة على الجسر من هذا الطرف، وهسه نروح على الجسر الاخر، الجسر اللي الصغير اللي هو يمر من فوق احد الانهار. يمر من فوق احد الانهار، طبعا ماكو هسه على اي اكتيفيتي. هذه البايلينج سبق ومكسروه لازم ينشال منها طبعا. المهم الاعمال اللي انجزت لحد الان هو عمل البايل كاب او الاباتمنت فاونديشن، اساسات الاباتمنت للجهتين. فإن شاء الله قريباً راح نبدي به هذا أعمال الشترينج والتسليح ببيضهم. أهم شيء تركزون أخوان المهندسين على شوف الراف سيرفيس سبيشين ذا ستيل رينفورسمنت، طبعاً هذا لازم يتنظف قبل الصب على مود يعطي بوندينج أو اندماج ويا الابارتمنت بالكامل بدون اي مشاكل. من الجهتين نفس نسبة الانجاز.